عسلامة، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد. الفيديو متاع اليوم كما تعرفوا سيدي رمضان قرب، مازال بالضبط 25 يوم وتعرفوا 25 يوم يعني بدأ أقل من شهر، بدأ العد التنازلي، وغمضوا عين حلوا عين، تلقوا رويحكم في أحلى شهر في العام، شهر رمضان المعظم، ربي وصلوا على خير، واللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. دونك الوصفة متاع اليوم كما قاعدين نشوفوا هو خبز مبسس تونسي. تعرفوا الخبز هذا في شهر رمضان سيرتو معناتها في الكوش الكل. نعطيكم اليوم الطريقة متاعو، الطريقة سيرتو متاع التشكيل متاعو، كيفاش يجيكم خبز قطني وخفيف وفاوح ومبسس على الكيف. أول حاجة خذيت رطل سميد ورطل فارينة، من بعد خذيت كميه متاع ماء يمكن 100 مليلتر ماء دافي، زدت عليه مغرفه كبيره خميره متاع خبز ومغرفه كبيره سكر، خلطتهم وغطيتهم خليتهم يتفاعلوا. من بعد خذيت كيس متاع حليب عادي بحراره الغرفه يعني مش دافي، وزدت عليه مغرفه صغيره متاع خل، خل ابيض انا استعملت، وتنجموا تستعملوا اي خل اخر ولا تستعملوا عصره قارص. خلطتهم وخليتهم زيدا شويه دقائق للطون اللي انا باش نحط فيه على السميد والفارينه. حطيت مغرفه صغيره كركم باش تعطي لون كاللون الاصفر المزين بتاع الخبز المبسس، ومغرفه صغيره ملح، وخلطتهم هكا على وهما هكا المواد الجافه، خلطتهم باش يتداخلوا في بعضهم. ولهنا كيما تشوفوا الحليب كيفاش ولا وقت اللي زدتوا الخل كيما الرايب ولا كيما البن. تنجموا تعوضوا العمليه هذه، تنجموا تعوضوها ببساطه بكعبه ياغورت طبيعي من غير سكر. لهنا الخميره تفاعلت كيما تشوفوا معناتها كيفاش وليت، نصبوا هكا الخميره على المواد الجافه ونصبوا من بعد هكا الحليب، نخلطوهم شويه، ومن بعد باش نزيد شطر كيس من نفس الكيس، شطر كيس نص كيس زيت زيتونه. اذا ما عندكمش زيت زيتونه وما تحبوش تستعملوا زيت زيتونه تنجموا تحطوا زيت نباتي عادي. بالطبيعه الخميره ما تثبتش، ما تقعد هكا شويه كميه في الاناء اللي عملت فيه. نزيدو شويه ماء دافي ونبداو نزيدو شويه بشويه معناتها الماء هذاك للعجينه، حتىش لين تتعجن مليح وحتىش لين تحصلوا على عجينه وتكون طريه لينه وما تتلصقش في اليدين. خرجت العجينه متاعي من الماعون باش نحطها في ماعون اخر، نغطيها وباش نخليها تخمر لمده ساعه ما اكثرش من ساعه، خاطر باش تزيد تخمر من بعد ما نشكلوها. لهنا الخميره العجينه متاعي خمرت، باش نبدا ناخوها باش نقصها، نقسمها اول مره على زوز، ومن بعد باش نبدا نرولي فيها وباش نقسمها على برشا معناتها اقسام، باش نقسمها ونعملها كويرات نكورها كيما باش تشوفوا لهنا في الفيديو. كيف ما قلت لكم بعد ما نقسم العجينه برشا اقسام باش نكورها كرات تكون صغيره الحجم كيف من هكايا، واحنا نكورو اذا لقينا هكا كعبه تكون معناتها حسيتوها اكبر من اللي قبلها نقصوا منها الكميه الزايده ونقصوها ونخليوها من بعد هذيكم الكل نلموهم باش تحصلوا بهم على كره اخرى ولا كان مش اكثر. دونك هذايا هو الحجم اللي تقريبا معناتها اللي نتحصلوا عليه، وبتبع نكملوا الكل بنفس الطريقة. وهذوما الكرات اللي تحصلت عليهم حطيتهم في طبق ويلزمنا نغطيهم باش ما تشيحش العجينة، وباش نبدأ نشكل الخبزات متاعي. كيف ما شفتوا في أول الفيديو باش نعمل أشكال متنوعة، هذي الشكل الأوليني هو أسهل نوع معناها وما كلهم سهلين. خديت طبق ماذا بكم يكون مدور، أنا اللي عندي هذا أصغر طبق أوفال معناتها بشكل بيضاوي، دهنته بشوية زيت ورشيت عليه شوية فارينة وحطيت فيه الكالكويرات متاع العجينة بالشكل اللي شفتوه، غطيته وخليته يخمر. من بعد الطريقة هذه اللي بنعمل فيها توا باش نعمل بها الخبزات متاعي الكل، معناتها نشد الكعبورة متاع العجينة ونحلها بالشكل هذا،
من بعد ندورها كيف نهكيها نحلها بشكل طولي معناتها بالطول، ومن بعد ندورها هكا بالعرض وباش نروليها نشكل بها بودا ونخليها، وباش نحلهم الكل بالشكل هذيك والبودا هذيكم باش نستغلهم بطرق مختلفة، نستعملهم باش نعمل الخبزات نتاعي. الطريقة هذه مانيش باش نعاودها برشا مرات على خاطر معناتها تضيع الوقت باش يطويل برشا الفيديو، اما هاكم شفتوها معناها هذه هي الطريقة اللي شكلت بها البودان كل، وهي البودان هذيكم هما اللي باش نخدم بهم الخبزات الباقين الكل. هذه هي الطريقة كيف ما قلت لكم، نحلوا العجينة كيف من هكايا، ماذا بكم ما تحطوش فيرين على خاطر من بعد مانيش باش ترولي لكم العجينة. العجينة باهية كما قلت لكم طرية وما تتلصقش، ماهيش باش تلصق، صعيب معناتها باش تصعب عليكم شوية حلينها، لكن كما قاعدين نشوفوا تسيسوها بشوية بشوية تتحل لكم، تروليوها كيف من هكايا، ومن بعد تقعدوا تبرموها هكا بيديكم حتى يشلين الشكل معناتها الطول والسمك اللي انتم حشتكم به. الشكل الثاني نتاع الخبز باش نعمل ظفره شكل ظفيره تريس عاديه، خديت واحده من البودان هذيك اللي حليتهم وثنيتها كيف ما شفتوا على زوز، ومن بعد خديت واحده اخرى قسمتها في اثنين اللي تكون معناتها الحجم نتاعها قدك في نص معناتها الحجم نتاع البودان الاخرين اللي حليناهم، لصقها فك الكعبه الاولانيه اللي ثنيتها على زوز في الوسط ونظفرها بالطريقه هذه الظفرة، الطريقة متاع الظفرة العادية. هذا الشكل الثاني. كيف نحطوها في الطبق متاع الفور نغطيها ونخليوها زادة تخمر. الشكل الثالث زادة باش نعمله على شكل ظفيرة، اما مانيش باش نعمل عندها باش نعمل ثلاثة تروا بودان معناها ثلاثة هذوما العجينة اللي حليتها بالشكل هذية، باش نعمل ثلاثة قد يكونوا نفس الحجم، ومن بعد باش نلصقهم ثلاثة في بعضهم وباش نظفرها زادة كيما ظفرت الكعبة الأخرى، باش نظفرها بالطريقة العادية، ومن بعد ما نكمل نظفرها الكل باش نروليها على شكل دائري معناتها في بشكل حلزوني كوا، معناتها باش تجينا خبزة معناتها مدورة ومضفورة. وكيف من بعد ما نكمل نحطها زيدة في الطبق نتاع الفور بجنب الاخرين، نبعدوهم على بعضهم خاطر وقت اللي باش يخمروا باش يتنفخوا شويه، وقت اللي باش يطيبوا زيدة باش يزيد يكبر الحجم نتاعهم. هاي الطريقه كيف من هكايا، من بعد ما نظفروها نرولوها ندوروها كيف من هكايا، نروليوها بشكل حلزوني معناتها في بعضها حتى للاخر نتحصلوا على الشكل اللي باش تشوفوه. هذيك الشطر بودان اللي قسمنا خدمنا به الظفره الاولى باش ما يقعدش هكاك، عملتوا خبزه صغرونه بالشكل هذايا وتو نعملوا كيفها معناتها يكون حجمها اكبر. يمكن انتم الخبزات الكل تحسوهم حجمهم صغير لكن راهم في الحقيقه من بعد كيف يطيبوا حجمهم معقول برشا. هذايا الشكل الرابع، خديت دو بودان هكايا باش نعمل ظفره بوزوز كيف من هكا، معناتها مش الظفره التريس اللي بوثلاثه، بوزوز كيف من هكايا نعملوها، من بعد نبرموها هكا يد تجبد لهنا ويد تدز لتالي، نبرموها ومن بعد نروليوها كيف من هكايا زاده بشكل حلزوني بالطريقه هذه. وهذا هي الشكل الخبزه الرابع. وهذا الشكل الخامس، باش نظفروا ظفره بوزوز كيما اللي عملناها في الشكل الرابع، ومن بعد باش نقصوا مانيش باش نروليوها برشا معناها باش تكون محلوله شويه اقل من النوع اللي قبلها، ومن بعد بالسكينه باش نقصوا الاطراف نتاع الظفيره هكا بالطريقه هذه، نقصوها على اساس باش نتحصلوا على شكل نتاع سبولة وصنبلة.
اما في انا شخصيا ما جبنيش الشكل هذا من بعد كيف طاب ما جبنيش، يمكن انا ما عرفتش نخدمه، اما انا ما جبنيش ولا هذا الشكل السادس. كيما الكعبة الصغيرة اللي عملناها هو نفسه لكن بكعبة كبيرة كاملة، معناتها بودا كامل كبير مش كيما الاخرى نص، نتحصلوا على نفس الشكل لكن تكون الكعبة اكبر حجم كها. الشكل السابع ولا السادس ما عادش شد الحساب سامحوني، باش زوز كعبورات معناها متاع عجينة لميتهم في بعضهم، لميتهم في بعضهم معناتها باش تحصل على كعبورة اكبر تكون الحجم متاعها اكبر، وباش نحلوها زادا بالطريقة الأولانية بالضبط، معناها ما فمش الحاجة الوحيدة المختلفة انها الحجم متاعها يكون اكبر. من بعد ما نحلوها مانيش نبشروا ليها بودان، باش نعملولها قبل كيف من هكايا، باش نقصوا الشطر متاع العجينة، نقصوها بالسكينة بالطريقة هذه، معناتها الشطر اكاهو مقصوش عجينة كاملة. ومن بعد باش الجهة اللي مش مقصوصة نروليوها بالطريقة هذه، من بعد ما نكملوا روليوها باش نروليوها على بعضها معناتها بشكل حلزوني، ما تعملوش كيفي ما تهزوهاش العجينة سينو باش تتحل، نروليوها بشكل حلزوني بالطريقة هذه. وهذا هي الشكل آخر متاع خبز، وهذا شكل آخر زيدا ظفرة بوزوز دو بودان، باش نظفروهم ظفرة بوزوز كيف من هكايا. وباش نروليوها على بعضها بشكل حلزوني، ومن بعد باش نقصوها بالسكينة. نقصوا كل جزء من الظفرة كيف من هكية لجنيب معناها بشكل هذا، باش تحصلوا على شكل يشبه للوردة. وهذو من الخبيزات متاعنا من بعد ما كملت شكلتهم الكل وخمروا معناتها شوية، باش نسخن الفور زيدوا خمروا كوا نقصد معناتها كيما تشوفوا الحجم متاعهم زيد ضعف. نسخن الفور على 200 درجة، ندهنهم، عملت حضرت الخليط هذايا حليب وكعب عظم أصفر عظمة وعليه شوية حليب، دهنت بها الوجه متاع العجينة ورشيت عليها شوية سينوج ولا حبة سوداء. والسينوج تنجموا لفاح هذيك اللي أنا زينت به من برا وبرا، تنجموا زادة لو تدخلوه في الخبز معناتها مع العجينة من داخل يعطي نكهة بنينة برشا للخبز. هذا الطبق الاولاني كملت معناتها حضرته وباش نحطو ديريكت في الفور. وهذا يا الطبق الاخر كيف نفس الطريقه، ندهن الوجه بالخليط نتاع البيض والحليب ونحطو زادة في الفور، يقعد على 200 درجه حتى يشلين يحمر الوجه، وبطبيعته زادة القاع نتاعو باش تلقاه احمر كيما تشوفوا لهنا، معناتها يطيب مليح من داخل ومن برا. هذوما الخبيزات نتاعنا كيما تشوفوا في الشكل نتاعهم كيفاش وطريين كيف القطن، وما نحكي لكمش على الريحه نتاع الخبز، بالحق خبز مبسس وبالحق ريحه رمضان. هذه هي الوصفه نتاعنا نتاع الخبز المبسس اليوم، هذه الوصفه هذه نعتمدها عندي اعوام معناتها ونطيبها الصراحه كان في شهر رمضان. اليوم عملتها معكم قبل معناتها باش نعطيكم الطريقه، سورتو الطريقه نتاع التشكيل نتاع الاشكال نتاع الخبز المبسس، وهذه قصيت لكم خبزه منهم تشوفوا الشكل نتاعها والقوام نتاعها من داخل ومن برا زيدا كيفاش تريا، ومن داخل تكون طايبه مليح ومزيانه تشهي. دونك هذه قلت كيما قلت لكم الوصفه نتاع اليوم، علاش عملتها توا معناتها هي تحضيرات لشهر رمضان المبارك ان شاء الله. هكاك معناتها ان شاء الله حاجات تحضروها على بكري ووصفات تخبيوها على بكري وتجربوها زايدة تنجموا تجربوها قبل تكون حاضرة عندكم في شهر رمضان ان شاء الله. دونك الوصفة نتاعنا اليوم فات، نخليكم على خير، نرجعكم في وصفة اخرى ان شاء الله. بسلامة، باي باي.